وهي معروفة، هي الدقيق المدعم والسكر وغاز البودرة. هذه الأتمام لن تعرف أي تغيير في المستقبل ولا في الحاضر، لأن الأتمام تاعها محددة، وصندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين هذه الأتمام وبين أثمان السوق الدولية. في هذا الموضوع في أي حرج، والسيدة الوزيرة ذكرت بأنه حسب التوقعات اللي عملنا باش نوجدوا قانون المالية، قد تتغير هذه التوقعات أكيد، سواء للانخفاض أو للارتفاع. هذه التوقعات راها رفعات من الاعتمادات المقاصة باش تبلغ 17 مليار درهم سنة 2022. المسألة الثانية المرتبطة بالأسعار التي تدخل في نطاق اشتغال وزارة الاقتصاد والمالية هي لجنة بين وزارية المكلفة بالأسعار، تشتغل بصورة منتظمة منذ أسابيع، ولكن ستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية. نعتبر أن ظرفية تقلبات الأسعار أو تقلبات الأسعار عفوا سواء وطنيا أو دوليا هي مسألة ظرفية محدودة في الزمن، وتجد بطبيعة الحال لمجموعة من العوامل التي تحت عليها السادة الوزراء، ولكن لأساس ومهم هو أنه الوزراء السادة الوزراء والحكومة ستشتغل للحفاظ على شيء مهم اسمه القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال لجنة بين وزارية تاع الأسعار لمحاربة كل الهوامش الغير المبررة في تحديد الأسعار، أو لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية كيف تحدثت السيدة الوزيرة هذه 15 يوم. الحكومة قررت أنها توقف الرسوم تاع الاستيراد على القمح، بل أكثر من ذلك ستقوم بتعويض إضافي للمستوردين حتى نحافظ على ثمن القمح اللي في مستوى معين يسمح بتوفير كل المشتقات من الدقيق بالثمن المعمول به حاليا، وبطبيعة الحال من جعل الخبز والنار يتبعها تبقى في ثمن متوازي، ستتبعها مجموعة من الإجراءات مستقبلا. كما قلت الهدف واحد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.